احنا معانا الحاجة فاطمة، كانت حالة جلطة في المخ أثرت على الجنب اليمين. ما شاء الله انت كويسة؟ الحمد لله. الحمد لله. ما شاء الله. احنا طبعا كنا جايين مفيش حركة خالص، ولا في ايد ولا في الرجل ولا كان في مش. انا دموع الفرحة دي الحمد لله. دموع الفرحة ماشي. انا يعني دموعهم لما بيبقوا كده، انا يعني ايه، الدمعه بتاعت الفرحه دي بتبقى غاليه قوي، فغاليه عليهم وغاليه عليا. الحمد لله احنا ما كانش في حركه خالص في الايد ولا في الرجل، وما كناش بنقدر نمشي. احنا نمشي لوحدنا، هنوريكم دلوقتي ان الحاجه فاطمه بتقدر تمشي، بتقدر تحرك دراعها. يلا وريني، ترفعي ايديك دراعك ازاي؟ دي ما كانتش موجوده خالص. ضفر القوانا تحت، طلعت ايديها لحد بقها، طلعت ايدك طيب تاني لحد بقك عشان اتبسطت منك انك عملتيها لوحدك. ننزل ايدينا، ننزل ايدينا. طب انا عايزاك يا رب نفتح ايدينا. يلا وريني انت بتفتحي ازاي. انت انا بفتح وبقى هي قفلت، وريني بتفتحيها ازاي. قفلت اهي يا جماعه، افتحي اهو. يلا تاني اقفلي، شايفين قفله ازاي؟ شايفين القفله؟ افتحي. افتحي يلا، افتحي 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 افتحي. طبعا احنا كان عندنا تيبس شديد جدا، الايد كانت مقفوله خالص، الايد كانت عامله كده، ولا في فتح ولا في قفل ولا في فانكشن اصلا، مفيش وظيفه في الايد خالص. عملنا الحقن الايوني، عضلات المتيبسه مع العلاج المكثف 6 ساعات 8 9 ساعات لحد ما يعني بيتعبوا واحنا بنتعب، لحد ايه ما نوصل للنتيجه دي. تمام. طيب انا عايزاكي تبداي بقى توريهم. انا وريتكم كده الوقفه بدون ما نرتب، اللي هي ما شاء الله واقفه معايا وانا بتكلم كل الوقت ده. هي ما كانتش بتمشي يا جماعه، فعلمناها تمشي لوحدها. يا رب. زي الفل، زي ما احنا شايفين يا جماعة الوقفة والمشية. يا رب ما شاء الله، يا رب ما شاء الله. احنا طبعا كمان نلف 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 يا رب. انا بخليها تلف عشان اوريكم الاتزان بتاعها، ان الاتزان اتحسن. يعني انا قصدا ان انا الففها عشان ده بيبقى علامه من علامات الالتزام. طب ايه رايك ازقك وتمسكي نفسك؟ ماشي حاضر. تمسكي نفسك جاهزه ان شاء الله. الالتزام بتاعها ما شاء الله كويس قوي. تمام يا رب. احنا هنكملها ان شاء الله في كده جلسه هنعملها لها جهاز كده من الاتحاد الاوروبي، هنحاول نجيب الجزء اللي ناقص ده ان شاء الله. انا اللي هعملها تبقى عندي هنا، وان شاء الله يعني على اخر الكورس نكون خلاص يا رب ان شاء الله. زي ما احنا شايفين الايد دي كانت يا جماعه مقفوله كده، وانا بكشف عليها انا ما كنتش بقدر ارفعها كده، ما كانش فيها حركه الايد. انا يعني ساعه الاختبارات مكتوبه عندي في الورقه ورقة الاسسمنت بتاعت ارفعي، مفيش يمين، مفيش اي حركة خالص. يلا انا دلوقتي برفعها بالدماغ وبقي، يعني اي حاجة عاوزها الحمد لله بعملها الحمد لله. وبصوا يا جماعة الصوابع بدأت تفرد كمان. انا عايزة بس اتأكد من حاجة كمان، انا عايزاكي ترفعي ايدك لفوق. حاضر. الريست يا جماعة ده من الحاجات اللي بتتأخر جدا برضو، الحمد لله جبناها. كانت بتتعمل بصعوبة. بتتعمل بصعوبة. ارفعي انتي لوحدك يلا. الحمد لله. يلا بترفعي يا جماعة. دي جلطة مخ شلل نصفي، اتوجهت المكان الصح. بقالنا قد ايه عندنا جلطة مش عارفين نحرك ايدينا؟ بقالنا سنة. بقالنا سنة. بعد سنه يا جماعه، يعني ما كناش متخيلين ان احنا نوصل في احنا الكورس 3 اسابيع، واحنا في امتى دلوقتي؟ الاسبوع الثالث. في الاسبوع الثالث، احنا دلوقتي في الاسبوع الثالث من 3 اسابيع وصلنا للنتيجه دي. دايما نصبر لانه استجابه الجهاز العصبي بتحتاج وقت شويه، يعني في الاسبوع الثالث بنشوف نتائج دايما بتبقى مبهره. الحمد لله انا ما كنتش بحس بصوابع الا سأل الدكتور محمد.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله اللهم بارك. احنا الحمد لله النتيجة هايلة، فاضل لنا تكة إن شاء الله هنعملها يوم السبت إن شاء الله، وأمورنا إن شاء الله كلها تمشي كويس. بإذن الله يا دكتور. ربنا يبارك فيك يا رب يا دكتور. أنتِ مهمة مبسوطة؟ الحمد لله. أنا انبساطك هو أهم حاجة عندي. الحمد لله، والدكتور محمد مريحني والله الحمد لله. ربنا يخليك. الحمد لله. ربنا يخليك. طبعًا إحنا هنا الدكاترة بيبقوا متدربين معانا، فهي بتشتغل مخ وأعصاب على أعلى مستوى من التدريب، بحيث يعني ان احنا ندي لكل عيان اكتر من حقه، ومش حقه بس، يعني احنا دايما بنقول عيان 6 ساعات بنقعد معاه اكتر من 6 ساعات بكتير، لحد ما العيان يعني بنكون فعلا جايبين اخرنا في كورس التاهيل بتاعه. الحمد لله ان شاء الله. الحمد لله على سلامتك، وان شاء الله احنا مكملين لحد ما نبقى زي الفل يا رب. ان شاء الله. شكرا.